رحلة بعمق بادية النجف كانت وجهة التغيير نحو المحمية الطبيعية التي لم يتبقى منها سوى اسمها فقط في ظل التغيرات المناخية، صحراء قاحلة وحيوانات أكل الجوع من أجسادها النحيفة ليكون الموت المصير المحتوم بطريقها، فلا زرع أو عشبة ينبت بهذه الجرداء لعدم تساقط الأمطار منذ عامين فضلا عن الإهمال الحكومي. هذا تغيير المناخ راح ينعكس على أغلب مفاصل الحياة، ومنها محمية النجف الطبيعية اللي عانت من عدم سقوط الأمطار لأكثر من سنتين، واللي نشوفها هي منطقة حاليا جرداء. كاستثمار أو كتحسين لهذه المحمية ممكن بعملية التكيف البيئي نتعامل مع التغير المناخي بصورة جدية، ممكن أن نشجرها، ممكن يتعاونون ويانا احنا منظمات المجتمع المدني، حملات التشجير اللي جاي يصير، الشباب يشجرون الشوارع، ممكن نوجههم على هذا المكان، نوفر لهم مياه، الآبار موجودة بالمحمية، أدوات السقي موجودة، فممكن أن نستثمرها، تصير غابة، تصير متنفس للعوائل وتكون محمية طبيعية. العواصف الترابية هي الأخرى لم تخف أو تهدأ، بل وتضرب بقوة هذه المحمية التي تلفظ مع ما تحتويه من حيوانات وطيور ونباتات أنفاسها الأخيرة. يقول القائمون عليها إن نقص الأموال يشدد الخناق عليهم للتكيف مع الواقع الجديد، وأن ما يخصص لها لا يسد الرمق ولو للنصف. المشاكل هي تهالك الأسجة إضافة إلى عدم توفر الأعلاف قليلة، يعني لا تكفي إلى 15 يوم. التخصيصات المالية المديرية قليلة، الموازنات يعني الموازنة لحد الآن لم تقر، وهذا تتعلق بالتوفير الأموال لشراء الأعلاف. النظر إلى المشروع من باقي المنظمات وكذلك الأخوان من المسؤولين ينظروا إلى، طبعا غزال الريم من الحيوانات العراقية النادرة ويجب الحفاظ عليها إنها ثروة. هذه المحمية الممتدة على أكثر من 520 دونماً في بادية النجف أنشئت عام 2007 بأموال طائلة، إلا أنها اليوم تعاني الجفاف والإهمال، فعلى ما يبدو أنها كانت باباً للفساد وهدر المال العام وفق تأكيد مراقبين. من النجف محمد رزاق، التغيير.